سلام بالذات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى كلكم تكونوا مزيانين اليوم غادي نتلاقاو فواحد الفيديو جديده ديما كنقول لكم غنتلاقاو في الفيديو بحال راه غنتلاقاو زعما في القهوه اوكي غادي نتلاقاو في الفيديو اللي سولتوني عليها بزاف وكتسولوني بزاف ديال لي كيسيون على هاد القضيه هادي كتقولوا لي كيفاش تعلمتي تهضري بالانجلي في كل فيديو كنديرها لكم كتسولوني ولا كتبعثوا لي ميساج في انستغرام قولي لنا كيفاش نديرو نتعلموا نهضروا بالانجلي بلا ما نمشيو للمدرسه حيت كنت قلت لكم فواحد الفيديو انني الانجلي تعلمتها بوحدي بحال الناس كاملين كنت كنقرا واحد جو سويت ستيم هنا واقيلا في الكوليج الانجلي وصراحه باش نكون معكم واقعيه ما تعلمت والو من لي كور ديال الانجلي ديال المدرسه ما تعلمت منهم والو زيرو تعلمت منهم شويه ديال الغرامير داكشي ديال الفيرب اتر وداك التخربيقات اللي فريمون منفعني في والو ميم لي بروف كانوا صراحه ناقصين ماشي دي بروف اللي عندهم دي ميثود زوينين اللي غادي يعلموا انسان اون لانغ اللي ما عارف عليها والو فرق كبير مثلا ما بين لا ميثود اللي كانوا كيعلمونا بها في الكوليج الانجلي وما بين لي انستيتو مثلا انا فاش مشيت قريت الايطاليانيه كانت اون ميثود اللي مختلفه كومبليتمون ما كيجيش كيعلمك ا بي سي دي ما كيجيش كيعلمك الكلمات ما فريمون ميثود مختلفه اللي انا براسي تصدمت فيها ما كنتش كنتوقع زعما غادي يعلمنا بحال هكاك المهم اليوم ما غاديش نهضر لكم على الايطاليان نقدر ندير لكم فيديو اخر نقول لكم كيفاش تعلمت اللغات الاخرين اللي كنهضر بهم ولكن اليوم فيديو على الانجليزيه بما انها بالنسبه لي انا الا كنتو زعما تقدروا تهضروا بلغه وحده انا بعدا نختار الانجلي حيت كتقدر تتواصل بها مع اي واحد ما عمرك ما تحصل في العالم كامل ما عمرك ما تحصل ضروري كتلقى شي واحد اللي كيهضر بالانجليزيه فاش يلا بديت كنتعلم الانجلي كنت كنقلب على لي زابليكاسيون بحال كاع الناس كنت كندخل لي سيت اللي ما تعلمت منهم والو كنلقط شي كلمه ولا جوج ولكن ماشي لا باز ديال اللغه اللي غنقدر زعما نهضر بها مع شي واحد غادي نوريكم واحد لا ميثود اللي انا كنت تبعتها هاد لا ميثود هادي ما كتلقاوش زعما الناس بزاف كيخدموا بها ميثود اللي زوينه وسهله وماشي ممله حيت نقول لكم واحد الحاجه لو فيت انك تمشي تقرا الغرامير هي الاولى ديال شي لغه كون متاكد نسني لك عليها انك ما عمرك ما تهضر بديك اللغه الا بقيتي متبع ديك الطريقه ديال التعليم انايا فاش بديت كنتعلم الانجلي كنت نقدر نقول لك هذه كتقال هكا هذه ما كتقالش هكا ولكن باش نشرح لك الغرامير وداكشي ما نعرفش وكنت فريمون بديت كنهضر باللغه قبل ما نتعلم الغرامير قبل ما نعرف هذه كيفاش كتكونجوغا هذه هنا هذه هنا بواحد الطريقه اللي زوينه كما قلت لكم وما مملاش اول حاجه بعدا باش كتبغيو تعلموا شي لغه كما كانت خصكم ديروا ليها الوقت حيت راه اللغه هذيك على قدها فوكابولير على قدو غتعلم كلشي من جديد خصك الوقت اوما واحد ساعه ولا ساعه ونص في النهار تخصها لديك اللغه الا ما عطاتوش اللغه الوقت هي ما تعطيكم والو وحاجه اخرى اللي مهمه بزاف هي ما تبغيوش تعلموا كلشي بدقه راه ماشي غادي تبداو تعلموا نهار ويومين صافي غتقدر دير كونفرساسيون كامله مع اون بيرسون راه داكشي كياخذ الوقت خصكم تعلموا بشويه عليكم باش تطلعوا لا باز ديالكم مزيانه ماشي ها هي لاكسون عندكم وكتسمع راسك بحال تهضر بحال شي امريكاني وانت راه الجمله ديالك كامله خاطئه فيها غير كلمه واحده اللي صحيحه حيت الناس فاش كتمشي تهضر معاهم كيبغيو يفهموك شنو كتقول ما سوقهمش واش عندك لاكسون ديال استراليا ولا عندك لاكسون ديال الامريكان ولا عندك لاكسون ديال انجلترا ما سوقهمش المهم انك تقدر تفهم الانسان شنو باغي تقول ليه بديك اللغه بعدا المغاربه كيقدروا يشدوا لي زاكسون ماشي بحال الايطاليين مثلا واخا يكون 10 سنين وهو كيهضر بالانجلي غير كيبدا يهضر كتعرفوا طالياني لاكسون ديالهم قاصحه وما كتمشيش ليهم بالنسبه للاكسون الا كنتو غتمشيو لشي بلاصه راه غادي تشدوا لاكسون ديال المنطقه ما كنتوش غتمشيو لشي بلاصه راه غتشدوا لاكسون ديال الافلام اللي غتفرجوا فيهم ولا المهم كتقدروا ديك الساعه تاخذوا لاكسون اللي كيعجبكم دابا حنا بغينا نتعلموا نهضروا باللغه هذيك الساعه لاكسون يحن فيه الله غادي نوريكم لا ميثود اللي انايا كنت تبعتها سميتها هير سبيك ريد اند رايت اللي كتعني سمع قرا اهدر وعاد كتب دونك اول حاجه هي السمع خصكم تبداو تسمعوا كيما فاش كنكونوا دي بيبي كيفاش كنبداو نتعلموا اللغه كنبقاو نسمعوا الناس وكنبقاو نلقطوا بحال هكا حتى واخا حنايا ادولت كتسمع ما حدك كتسمع وانت كتلقط ما حدك كتسمع وانت كتقول هادي كتقال هكا هادي ما كتقالش هكا دونك اول حاجه ديروها فاش بغيتو تعلموا شي لغه هي انكم تسمعوا شنو غادي تسمعوا غادي تسمعوا جمل ماشي كلمات حيت الكلمات الا بقيتو كتعلموا كلمات متقاطعه كل وحده جايبينها من قنطره ما ديروا بهم والو ما غتقدروش تصايبوا بهم اون فراز هما عندكم الرام ديال الكلمات ومن بعد شنو غديروا بهم هذوك الكلمات خصكم تعلموا جمل الجمل البازيك ديال الكوميونيكاسيون انا شنو سميتي كي داير لاباس عليك شحال في عمرك فين خدام تسول شي بلاصه مثلا فين نقدر نمشي هنايا بشحال هادي هذاك الشيء البازيك هو اول حاجه خصكم تعلموها لا كونفرساسيون بازيك ديال تعرف على راسك غادي تسمعوهم راه كاين لي زابليكاسيون اللي كيعلموكم بحال هكا لي فراز كاملين حاجه اخرى اللي غتنفعكم بزاف 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 هي الرسوم ديال الاطفال لي ديسان انيمي علاش حيت كيكون الفوكابولير سامبل مثلا مشيتي تفرجتي فيلم وما درتيش ليه الترجمه وانت ما كتعرفش اللغه ما غتفهم والو ما غتفهم حتى شي حاجه ما غتشد والو اولا حيت الافلام كيهضروا بالزربه
ثانيا لاكسون كيكون داك لاكسون اي امريكاني اي انجلي كيكون قاص. الاطفال كيديروا لهم الفوكابولير يكون سامبل فريمون ساهل، تقدر كلمه تقلب شويه غادي تشدها، الا ما فهمتيهاش غتقدر تمشي تقلب عليها وتفهمها، واخا داكشي ما يكونش انتريسيكم نتوما يكون داكشي كيجيكم بليل، ولكن هذه الطريقه الصحيحه باش تعلموا لغه. ثقوا بيا. من مور هير غادي ندوزو للسبيك. سبيك شنو غادي تبداو تقولوا؟ هذوك لي فراز اللي كنتو كتسمعوهم في الاول ديال ماي نيم از بلا بلا بلا، غادي تجلسوا بوحدكم ولا مع شي واحد اللي من الاحسن يكون كيعرف شويه لونجلي، وتبداو تهضروا معاه، تبداو تقولوا دوك لي فراز، غير عاودوهم عاودوهم، واخا ديروا اخطاء هو كيرز، ديروا الاخطاء ماشي مشكل، بقاو تعاودوهم تعاودوا دوك لي فراز، ماي نيم از هاجي، انا خدام هنايا، انا كنقرا هنايا، عاودوا هاد لي فراز بازيك شحال عندي من عام، عاودوهم 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 عاودوهم، يطلعوا لكم في راسكم صافي، ما تبقوش حاملين دوك لي فراز. وفاش تكونوا كتفرجوا في دوك الرسوم اللي قلت لكم، فاش تسمعوا شي فراز بحال هكا تير لكم انتباهكم، حبسوا ديروا بوز وعاودوها. من الاحسن تاخذوا دي ديسان انيمي اللي يكونوا سامبل، ماشي تمشي تفرج ليه في ناروتو بلونغلي ولا شي حاجه، شي حاجه اللي سامبل سامبل اللي غتعلمك الكلمات. فهاد المرحله هادي كتوليو كتولفوا شويه اللغه، كتفهموا شويه الكلمات، ولات اللغه كتجيكم عاديه تسمعوها، ما كتبقوش تصدموا كتقولوا ناري شنو هادشي شنويه هادي ولا شنو هاد اللغه. ديك الساعه غادي تدوزوا للريد. شنو غادي تقراو؟ غادي تقراو عاوتاني كتبه ديال لي زونفون، تقدروا تيليشارجيو الكتبه في انترنت، كاين لي ابليكاسيون اللي فابور كتقدروا تيليشارجيو فيهم الكتبه ديال لي زونفون، وبداو تقراو هادوك لي فراز اللي كيكونوا ساهلين في الكتبه ديال لي زونفون. ماشي تسمعوا تقراو تمشي تجيب ليا كتاب ديال الفيلوزوفي ولا شي كتاب ديال علم الفلك ولا داكشي وتبقى تقرا، راه ما غتفهموا والو، حيت داكشي غيكون فريمون افونسي. دونك من الاحسن تاخذوا كتبه ديال لي زونفون بحال هكا وتبداو تقراو فيهم، وقراوه وعاودوا قراوها، قراو وعاودوا قراوها، قراو وعاودوا قراو اوت فوي، يعني صوتكم يتسمع. رابع حاجه هي رايت، هي تكتبوا، تبداو تكتبوا، حيت كاين فرق كبير ما بين الهضره وما بين الكتابه. ثقوا بيا، كاين ناس اللي كتسمعوهم كيهضروا بشي لغه كتقولوا هنا نبات، اون فوا كيكتبوا ليك كتلقى حتى شي كلمه ما مكتوبه صحيحه، حتى شي كلمه ما مقاده. نتوما ما تحاولوش تحوا في داك الخطا، الا تعلمت لغه نبغي نتعلمها انايا بطريقه صحيحه، نقراها بطريقه صحيحه، ماشي كنقول غيولي عندي اكسون ديال الامريكانيين، ولكن نقراها بطريقه كوريكت، نكتبها بطريقه كوريكت، ماشي تعلموا ديك اللغه ديال غير كور عطل العوار، بحال كاين شي زمغريه كي 10 سنين وهما برا وما كيعرفوش يهضروا باللغه ديال البلاد اللي عايشين فيها، كيهضروا بها وكيكتبوا بها خايب وخاطئ. دونك حاولوا تعلموا اللغه بطريقه صحيحه. دابا غادي ندوزو رايت، شنو غادي تكتبوا؟ غادي تحاولوا ديروا الماكسيموم ديالكم باش تبقاو كل نهار فاش تدخلوا للدار تكتبوا شنو دار في لا جورني ديالكم. مثلا غنكتب انايا today I had a good day، داز نهار زوين، today was a good day، ولا نكتب مثلا I had a bad day، نكتب شنو وقع ليا، مشيت مثلا شي بلاصه I went هنايا، كليتي حاجه I ate هادي. واخا تكون الكونجيكيزون ديالكم خاطئه، واخا يكون سبيلينغ ديالكم يعني الكتابه ديالكم خاطئه، ماشي مشكل، المهم تبداو تدربوا بشويه بشويه باش بنادم كيتعلم اللغه. ما تحاولوش تكونوا بيرفيكسيونيست من الاول وتبغيو داكشي كامل يكون صحيح، ولا ما عرفتوهاش تبقاو تعصبوا، غير بشويه عليكم تيكيتيزي، راه اللغات كيتعلموا، راه الناس كيهضروا بسبعه ديال اللغات وما كيتلفوش فيهم. من الاحسن ان يكون عندكم شي واحد كيهضر بلونغلي باش يشوف لكم دوك لي فراز واش صحاحين، يقول لك هادي راه كتكتب هكا، هادي راه ما كتكتبش هكا. الا كان عندكم شي صاحبكم كيهضر بلونغلي قول ليه يبقى يهضر معاك بلونغلي، يكتب لك مثلا فواتساب بلونغلي بحال هكا، عاونوا بعضياتكم بين الصحاب، ماشي تبقاو عطينا غير تقرقي بالناب وانتم راه تقدروا تنفعوا بعضياتكم شحال من حاجه ولكن والو. انا وصاحبتي مثلا كنا كنهضروا بلونغلي، واخا شي مرات الناس كيبقاو اي جوجي هنا كيبقى يقول لك نتوما فيكم العياقه فيكم هادي، حنا كنهضروا مع بعضياتنا ما كنهضروش مع الناس بلونغلي، ماشي سوقكم فينا حنايا، ما تخليوش الناس يجوجيوكم. حيت شحال من جوجمون كان كيجينا فاش كنا كنخدموا، واخا هكا ما كناش كنسوقوا، كنا بيناتنا بحال هكا كنبقاو نهضروا بلونغلي باش نبراتيكي، حيت في المغرب ما عندكش مع من تبراتيكي لونغلي، خصك تبراتيكيها مع صاحبك المغربي، ماشي حنا كنتلاقاو امريكانيين ديما باش غنمشي نقادر معاهم انا بلونغلي، الا ما هضرتش بديك لونغلي ديالي مع صاحبتي المغربيه راه غتمشي ليا لونغلي، غتمشي ليا ما عمري ما غادي نزيد نتعلمها، وتا داكشي اللي كنعرفو غادي يمشي ليا. دونك ما تسوقوش للناس، اللي بغى يضحك عليكم يضحك، اللي بغى يجوجيكم يجوجيكم، ما سوقكمش في الناس. الا بقيتو متبعين هضره الناس غتبقاو غير لورلور، سير دير حاجه مزيانه لراسك وخلي بنادم يهضر عليا ماشي سوقي. ولا كان عندكم شي صاحبكم ولا شي صاحبتكم كتهضر بلونغلي مزيان، حاولوا تقولوا ليها تبقى تهضر معكم بلونغلي، كدوزوا من هاد لي زيتاب هادو كاملين اللي غياخذوا لكم شي شويه الوقت، ماشي تسمعوا هير سبيك ريد اند رايت وكل نهار ديروا حاجه، راه هادشي خصو الوقت، كل حاجه عطيوها وقتها باش تفاميلياريزاو مع لا لونغ. من مور هادشي
كدوزو لا براتيك مع الناس اللي كيكونوا ناتيف، يعني الناس اللي غيكونوا امريكانيين مثلا ولا دي زانغلي. كيفاش غديروا لهاد القضيه هادي؟ عليكم بالشات، كتدخلوا المواقع اللي كتهضروا فيهم مع امريكانيين بغرض انكم ديروا دي زامي وتعلموا لا لونغ باش تبردوا راسكم مزيان، فريمون تبردوا راسكم. فاش غادي تبداو تهضروا بالانكلي شي شويه؟ حتى تهضر بالانكلي شويه فاش غتبداو تهضروا بالانكلي شويه، نتوما بوحدكم غادي تفهموا كومون سا سباس. هادي كدير حدا هادي، هادي ما كتقالش مع هادي، هادي كتقال هكا، هادي كتقال هكا. هيك الساعه غتقدروا تمشيو طلو، جو دي بيان طلو، على الغرامير. غتبداو طلو كل مره غتفهموا حاجه بوحدكم، سواي سيغ كي غتفهموا الغرامير بوحدكم. اون فوا غتعلموا لونغلي بالطريقه اللي قلت لكم غتبداو تفهموا الغرامير بوحدكم. نتوما في بالكم غتبقاو الا درتو شي خطا تبقى تقولوا ما جاتنيش هي هذيك، فودني ما كتقالش هذه بحال هكا، وغتمشيو تقلبوا عليها وغادي تفهموها كيفاش كتقال. هذه بالنسبه لي انايا اسهل ميثود باش تعلموا لونغلي ولا اي لغه بغيتوا تعلموها. مي سورتو 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 كنصحكم الناس اللي ما كيعرفوش يهضروا بالانكلي تعلموا، حيت هي لغه انترناسيونال ولغه مهمه بزاف بزاف بزاف. علموا حتى وليداتكم الانكلي الا كنتو تقدروا تدخلوهم لدي سنتر، دخلوهم كنتو كتهضروا نتوما بالانكلي، علموهم في الدار من صغرهم، طلعوهم كيعرفوا يهضروا بالانكلي. ورا حتى شي حاجه مستحيله، كيما تعلموا الاخرين غادي تعلموا حتى نتوما. الا درتو فيها بالكم غادي تعلموها، راه هي ماشي شي حاجه خطيره خصك تكون عبقري باش تعرف تهضر بها. كيما قلت لكم عطيوها الوقت وعطيو راسكم شويه ديال لاباسيونس، ما تبقاوش تديروا عرفتكم بزاف ديال لا بريسيون. هاد السيمانه هادي خصني ندير بلونغلي، اللي بغى يربح العام طويل بشويه عليكم، وان شاء الله يكون غير الخير. الى عندكم دي كيسيون اخرى على هاد السوجي هذا عاودوا سولوني في ميمراج اليوم، اسمحوا لي عاودوا سولوني في لي كومونتير باش نجاوب كل واحد فيكم على التساؤل اللي عنده. وكنتمنى فريمون فريمون لا فيديو تكون فاتكم وعجبتكم، وكنصيفط لكم بوسات كبارين هبزات ديالي، وكنقول لكم حتى لا فيديو جايه. بيزو بيزو، باي باي.